جرائم السرقة وجرائم المخدرات هو مؤشر قوي على موضوع انخفاض الجريمة، وكما ذكرنا في المؤتمر الصحفي هي من خلال استراتيجية وضعت من قبل الدولة يشارك فيها كل أطياف المجتمع، الأسرة، رجال الدين، المدرسة، وزارة الداخلية، النيابة العامة والمحاكم، ماشيين في اتجاه جدا ممتاز، نأمل استمرار خفض الجريمة إن شاء الله. إن شاء الله عندنا كثير من الأفكار. إحنا كما تكلمنا مع في المؤتمر الصحفي، جرائم السوشيال ميديا فيه ليس فيه زيادة، ولكن هي جريمة سهل ارتكابها، ممكن لأي شخص يرتكبها، هو قاعد في البيت، وهو قاعد في كافي شوب، وهو قاعد في أي مكان، مهما كان سنه، حتى أبو 10 أو 12 سنة 13 سنة ممكن يقوم بهذه الجريمة، ليست جريمة صعبة جدا. أعتقد هذه محور أساسي مفروض تكون في ذهن النيابة العامة في موضوع المكافحة وكيف سبيل فيه. صدرت حكم الإدانة، صدرت أحكام مثل ما ذكرنا الأستاذة في موضوع الغرامات. الغرامات دي في آلية معينة، نعلم أن هناك أموال موجودة من خلال بنك المستقبل، حسب القانون النيابة العامة تخاطب فيه الجهات المعنية لاستحصال هذه المبالغ، تم وإن شاء الله راح يتم إن شاء الله استحصال جميع المبالغ عن قريب العاد إن شاء الله.